ده انت مفيش مره طلبت مني حاجه غير لما بعملها لك على طول. ده انا بكلمك مستقبلي، عارف يعني ايه مستقبلي؟ مستقبلي ايه يالا؟ المثل بيقول لك لما الريح تكون اعلى منك لازم تتطلق. وحسن رصيدي ما بيتطيش لحد. انا جاي وقاصد خير وبنتكم مش هبهدلها معايا. وبعدين ما تعتبش هم كفه لوازم شيء الجواز. انا عايز بطنه ببقجة هدومها، والمعال بقجة تيجي بهدومها في ايديه وانا هتصرف. ها قلت ايه؟ علي انا قلت الصراحه. انت ما بتفهمش وما بتعرفش تتكلم يا اخي. على اساس ان دي حاجه ما تزعلش. انا لحد دلوقتي مش عايز اعمل حاجه تضايقك. نراعي العشره والجيره. ما تزعلنيش منك يا رشيدي. لحسن انا لما بزعل بزعل. انا شغال في المينا دي بقالي 10 سنين. الواد زيكا كلم لي حد في الهيئه هتعين على كادر مهندسين تاني. اسمعني بس يا حاج اسمعني، مش بس كده، ده هيركب لي ال 10 سنين اللي اشتغلتهم على الملف بتاعي. عارف مرتبها هيبقى كام؟ مرتب ايه؟ تاني مين يا حسن؟ هو انا كنت باشا واجري على كحولي ليا لما حافي عشان خاطر اخلي لك قيمه في المينا ديت عشان انت تفضل عايش في الطين ده هنا؟ انا عايزاك انت، عايز اهتمامك. زمان ما كانش بيعدي ساعتين الا وتسال عليا، دلوقتي كل واحد بينام فينا ظهره للتاني. ما بقتش تسمعني الا لو بطلب منك حاجه. انا مش عايزك تخافي، عمر الخوف والقلق ما هيغيروا حاجه. ما انت عارف يا حسن طول عمري لوحدي، انت اللي عوضتني عن حنيه الاب. نفسي طول عمري افضل في حضنك واموت كمان في حضنك. تموت ايه يا بنت بعد الشر؟ ايه الكابه اللي انت فيها دي؟ كلي سعد. عايز حاجه؟ صباح الفل يا شعبه. صباح الاسد. صباح الفل يا عم سعد. صباح الفل يا حبيبي، عامل ايه؟ ايه يا عم مش تعدي علينا كده تصبحوا ولا تمسوا؟ انا كل ما بنعدوا عليك بيقولوا لنا بيصالح الاسد على مراته. ولا راضي كلمتين منك يا حلو. طب خد فشار. خد يا عم كسوه الشتاء. ايه يا ريس؟ ايه يا عم جايبه بدري قوي كده ليه؟ معلش الواد عزوز فين؟ جوه يا عم. يا ريس صباح الخير يا معلم. فل يا بلوز. الحق في ناس جايه هنا. ايه يابا رايح فين انت؟ هو احنا عايزين ندخل جوه. مالك؟ ايه يا عم ممنوع، عروض الصبح يوم الاحد والجمعه، دلوقتي بروفا، تبقوا تعالوا بالليل. احنا ما جيناش نتفرجوا، احنا جايين نسال على والد عمنا، عرفنا انه بيشتغل هنا اللي هو مينا بلدينا. دياب. دياب انت قرايبه؟ ها ده كان شغال هنا من حوالي 6 7 8 اشهر وبعدين مشي. ما تعرفش مشي على فين؟ لا والله يا بلدينا ولا كانه كان معانا عيش ومال. لكن لسه في اسكندريه مش كده؟ يا عم احنا شعرفنا بقى اسكندريه قدامك واسعه، روح دور عليه في اي حته. انا لازم أنا اتاكد بنفسي. يا عم واحنا نخبيه منك؟ خش شوف. خش سيبه عم شاعر. يا عم سيبه. خش خش دوروا عليه في كل حته. صح النوم يا جنب العمدي، ادي احنا داخلين على العصر اهو وبسلامتك لسه صاحي من النوم. ليك حق تنام من التعب. ده رأيك يا أمه؟ هو أنت كل ما تشوفيني تشطفيني بالشكل ده ما تستبحي وقولي يا سوق؟ اسم الله، ده الواد عنده دم وحاسس أهو، ياض يتلحلح شوية، اعمل أي حاجة بدل ما أنت قاعد لي كده أهو في وشي زي قرد قطع. يعني يا أمه أنا فعلاً نويت أعمل حاجة، بس سايق عليكي النبي يا أمه، سايق عليكي النبي، لا تكسفيني ولا تبي فيا زي عوايدك. أنا لقيت بنت الحلال وعايزك تيجي تكلمي أهلها. بتتكلم جد يا ولي؟ ربنا يكملك بعقلك يا ضناي، يا ألف نهار نادي، يا ألف نهار مبروك. إيه ده؟ يعني أنتِ موافقة ياما؟ اخسى عليك يا ولي، ده أنت ابن بطني وحبيبي، وهو أنا في ديك الساعي لما أفرح بيك؟ طب إيه أقولك بقى إن دي أول حاجة عيد لي تقولها من ساعة ما جيت. أنا كنت عارف إن قلبك أبيض وهتقفي في صفي. أصل طالما ربنا ما كرمكش في السفرية دي خلاص يبقى من الاولى انك تقعد في البيت ونستتك بقى، ولا يعني عايزنا اسيبك تنحرف؟ ايوه انا كنت ناوي انحرف بس لحقت نفسي. عارفه ياما كلامك ده اداني حماس انني اضرب الارض تطلع شماريخ. شوف تحب نروح امتى ونتوكل على الله على طول من غير لكاعي. نروح امتى؟ يعني مش عارف اشكرك ازاي يا حسن على اللي عملته معايا. لولاك والله ما كنت عارف اعمل ايه. يا عم ما خلص بقى، دي المره اللي عشان تشكرني فيها. انا عملت ايه؟ ده انا يا دوبك انقذتك من الموت. ايوه اوعى. تعالى يا عم مفيش حاجه. ايه يعني انت خايف من ايه يا عم انت؟ مش حاجه حصلت. طب واخدني على فين؟ تعالى بس قول لي. طب عمرك جدع يا حسن. يلا نط نط يا ولد. انط فين؟ هو انا عشان جدع جايبني مكان بخاف منه؟
دي اكتر مكان بحبه يا راجل. انزل ده. ايوه يلا يا عم انت بتهرج يا واد. نط يلا نط يا حسن. تعال تعال يا حسن تعال يا عم. اجي فين؟ ليش هتعطى عليك فيها سيلة بقى؟ تعال موطي صوتك ليه؟ امسك تاني. الشمس طالعه ايه؟ شوف انت استنى بقى يا حسن. هلكتني معاك يا حسن. فين بس يا عزوز؟ تعالى بس بالراحة يا حسن. امسك دي وتعال امسك فيا. مالك يا علي؟ مالك؟ متلبش ليه؟ حسن بصراحة أنا خايف يا عزوز. ما تخافش تعالى تعالى. صباح الخير. صباح النور يا باشا. ازيك؟ أهلا وسهلا. لو سمحت عايز نسخة من دي تتبع على الكمبيوتر وعايز منها نسخة واحدة بس. النهاردة عايزك تصور لي نسخة عشان لو حصل أي حاجة وهديك نمرتي واسمي واللي أنت عايزه. حاضر. يعني إيه صورت؟ اسم حضرتك؟ علي. علي السيد. ودي نمرتي. أيوة أستاذ هشام. صور الورق الأستاذ وخلي النسخة معاكي. حاضر. الورق. هياخد وقت عشان كتير. اسمك ورد؟ ايوه. على فكره ما تقلقش على شغلك هيطلع مظبوط صدقني. ودي بقى البيما. بيما؟ أنا مش فاهم حاجة. وإيه المكان ده؟ هو أنت يا ابني حكايتك إيه بالظبط؟ ما تستغربش يا أبو عمرو. أوقات كتير الدنيا بتجبرنا نعمل حاجات عمرنا ما كنا نحلم نعملها واصل. وأنت بقى الدنيا أجبرتك تعمل كده ليه؟ ليه تفضل هربان؟ مخدرات بقى ولا آثار ولا حكايتك إيه؟ لا يا صاحبي. ما تخليش دماغك تروح لبعيد. أنا إنسان عادي. زي ما عرفتني زمان بالظبط. بس الدنيا خلتني البس وش تاني. وش البليتشو اللي شفتني بيه؟ طب والوش الاولاني؟ ايه حكايته؟
دياب سالم لسانس أسار وباحث متخصص في اللغات القديمة. سانس أسار؟ نهار أبيض يا جدعان. تضحك تضحك يا حسن تضحك. ايه انا كمان بضحك لما بقعد واقلب شريط حياتي بضحك. بضحك لحد ما اعيط. بس برجع اقول يعني اضحك يا واد يا دياب اضحك. اضحك بدل ما تموت. تموت؟ تموت يا عم صلى على النبي كده. بقول لك صحيح دلوقتي بقى انا عندي مشكله كبيره ودماغي متلخبطه. هو انا المفروض اقول لك عزوز ولا اقول لك دياب؟ يا عم قول اي حاجه. الاثنين واحد. طالما الاثنين واحد اقول لك عزوز عشان عزوز انا اعرف عنه كل حاجه. دياب ما اعرفش ولا حاجه. ما تحكي لي كده وفي ايه؟ دي حكايه طويله يا احسن. حكايه قديمه قوي. يابا اخرها كان عند عمي الله يرحمه وقبله جدي وقبله قبله قبله سلسال طويل قوي يا حسن. وطار بايت بين عيلتين واضطر حضانه. مش قالت له بس يا حسن لا دي حرق الكلب وقهر. اختاروا زينة العيلة النوار المتعلم اللي عنده مستقبل. عشان كده عشان كده بقى كانوا بيدور عليك. انا فهمت صح؟ وهيفضل يدور يا حسن حتى لو ماتوا هيجي ولادهم وولاد ولادهم يدوروا برضه. يعني ايه؟ بتخلص؟ ملهاش نهايه يعني؟ هتفضلوا كده؟ لا ليه؟ هيلاقوني هيسمعوا خبري. يا عم خبرك ايه بس؟ بكره تقوم وتحلى وتطلع للدنيا الواسعه يا صاحبي. ما تقلقش ربك هيسهلها. تفتكر يا حسن تفتكر واحد زي بظروفه دي ينفع يحلم واحلامه تتحقق كمان؟ طبعا ينفع تحلم وما تخليش حد يسجن حلمك ده. المهم انت تكون مصدق حلمك ومصدق ان ده حق. انت فاهم ولا لا يا عزوز؟ يعني ينفع احب يا حسن؟ ينفع احب واتحب واحس الحاجات الحلوه دي؟ طبعا ينفع تحب وتحب وتحس بكل حاجه حلوه ان شاء الله. حب يا رب راحتك. حب وما تفكرش في بكره حتى لو بكره ده بعيد. حب لو ليوم واحد بس. المهم تعيش مبسوط يا عزوز. انت فاهم ولا لا؟ حب ياض واتبسط. بس قول لي بقى مين البت اللي شقلبت كيانك؟ شفتها فين؟ مين السعيدة الحظ اللي هتعيش في القصر ده كله؟ شفتها في السيرك يا صاحبي. ضحكتها سرقت قلبي. خليني باجي اروح اعمل كوبايتين شاي. شاي؟ هو هنا في كمان شاي؟ واه انت عايز تيجي لحد عندي في القصر ده وما عزمكش على كوبايه شاي؟ بس خلي بالك من الفراق. ما اكيد في فراق بعد الخرابه اللي مشيتني فيها. اكيد في هنا فراق. والعفاريت؟ عفاريت ده كان زمان عزوز خلاص. عندك سكر يا عزوز؟ حلوة؟ اللي تشوفه حضرتك. لو كان اللي اشوفه حضرتي ما كنتش سألتك السؤال. حلوة؟ شيك قوي حضرتك. اوكي قلعيها لي. Thank you.
المرة دي مستنيك ومن غير أعذار. يلا شوية 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 تعال يلا يلا ايوه 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 خد انت خد يلا ايوه. الليلة دي فيها حاجة مختلفة، حاجة حلوة. تعال يلا خد. صوت المية، ريحة الهواء، حتى لون السماء. الليلة دي فيها أقول لك إيه فيها طاقة إيجابية، فيها حب. خيالة. إزاي يا دكتور؟ أنت زي ما أنت، مفيش حاجة بتتغير، إحساسك بس بالمكان هو اللي بيتغير. أنت ممكن تقعد تتشحتف وتتكلم على اسكندرية وجمالها وسحرها، لكن كل ده إحساس مؤقت يروح مع أول إشارة بتقف فيها أو شارع مش نظيف بتمشي فيه، ترجع للعبس اللي حواليك. العبس؟ تقصد إيه بالعبس؟ عبس الحياة، عبس الحياة يا علي. بس ممكن نعمل حاجة للعبس ده عشان نجمله ونستحمله ونعمل حاجات حلوة، نشوف الحياة من زاوية تانية، من زاوية أحلى. تعال بس بس كل. زي إيه؟ الحب تاني. أيوة تاني العظيم الحب. علي ما تزعلش مني. أيوة أنت اللي زيك ما عرفش الحب، لأنك بتحب نفسك زيادة عن اللزوم. الحب مش شبهك يا علي. لا شبه وبحبها، والله العظيم بحبها. بحبها يا دكتور، والله العظيم بحبها. والله أكيد حبيت. أكيد مش فاتن. ها؟ لا. ها؟ ما وصلتش؟ إكسلانس، ما تقدرش تتأخر. هي فين؟ وحشتك صح؟ جوازتك الأخرانية طولت حبتين، بس المهم انك انت تكوني طلعتي منها بالمفيد. طول عمري بطلع بالمفيد، ولا ايه يا أخي؟ واضح كل ده علشاني، مكان بريفيه وشارل أزنافور. والله مفيش حاجة تكتر عليك يا سو، ده العادي بتاعي كله علشاني. كنت تضحك عليا المرة دي وقولي انه علشاني. اكرم البدري ما بيضحكش على حد، لكن لو انت بقى عاوزة تضحكي على نفسك براحتك. مين مرسي يا صالح. هانم ما تشوفيش وحش. اخبار الناس ايه؟ كنت عند سمير جاك وكان معاه عامر التوني وشوية كده من صحابهم اول مرة اشوفهم، كانوا بيتكلموا في المجمع الصناعي الجديد اللي ناوي يبنيه. مجمع صناعي؟ مجمع صناعي ايه؟ هو فاكر نفسه لسه في الستينات بروح امه؟ قالوا حاسبينهم علينا رجال اعمال. بس 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 ما تقولش رجال، مشيها اعمال بس. كمان يا عيني يا ربي. وبعدين؟ عندهم مشاكل كتير قوي مع البنوك وبيدللوا كده على شريك ليهم. الناس دي مش فاهمة أي حاجة. البلد دي مش عاوزة اللي يدخل لها فلوس، البلد دي عايزة اللي يشفط منها الفلوس عشان يفضلوا عايشين على أمل إنهم يعوضوها. يعوضوها إزاي يا أكرم؟ ممسيرها تمشي.
أنا ما قلتش هيعوضوها، أنا قلت على أمان. بس شكلهم كده هيفقرون كلهم جنبهم. والله مش دايما الفقر بيبقى حاجة وحشة، ياما في ستات فقراء أجمل مليون ألف مرة من ستات نسيوا ملامحهم من كتر البودرة. جمال طبيعي كده وروح بجد. الفقر مغطيهم آه، بس لو بصيتي في عينيهم هتعرفي هم قد إيه أغنياء من جوه. أكرم الستات تلات أنواع: ست بتاعت فلوس وبتحب الفلوس حتى لو عندها، ما يفرقش بقى معاها حلوة وحشة، المهم الفلوس. والنوع التاني بتحب تسافر وتدلع وتتدلع ويتصرف عليها ويبقى معاها راجل طول الوقت عارف يدلعها. النوع التالت بقى بتاعت بيتها وعيالها، وانت معاك النوعين: ام العيال وبرنسيسة الدلع. بتدور على الجعان ليه ولا هو طمع وخلاص؟ تصدق يا سو، احيانا فلسفتك بتعجبني. انا كلي بعجب، بس انت بتعند. هبطل عند فين؟ هنا ودلوقتي. صالح! وي وي، اقفل الباب يا صالح. ايوه ياما خضتيني، انت قاعده كده ليه؟ كنت ياما وقفه الرجلين الثمان ساعات دي تعجز الواحد لما كان بيشتغل في تنظيف الحمامات في الاوتيلات. على الاقل كنا بنلاقي كرسي نقعده عليه. وانت ما طبختيش حاجه النهارده ياما؟ وانت ما ترديش عليا ليه؟ مفيش حاجه يا بنتي، همدانه شويه بس. خش انت غيري هدومك. وانتي زعلانه مني ياما؟ هنزعله منك ليه بس؟ والملك يعني مش راضي في الدنيا وشه. بصي ما فيش بس في يا بنتي، بس في ايه؟ ابن الصربة، ابن الصربة عمل فيكي كده ليه؟ هو اللي عمل فيكي كده؟ يا ذكرى ما حصلش حاجه. ابوس ايديكي ياما، ابوس ايديكي يا ذكرى. انا اللي غلطانه، انا اللي خلقته عليا يا بنت. صدقيني الغلط ركبني من ذات راسي. انت مصدقه نفسك؟ فوقي بقى عشان خاطري، فوقي. انت لازم تفهميني انت عايشه عيشه هنيه. الناس كلها هتبقي صارمه، حرام عليكي يا امي. بس يا بنتي سيبيني، ما تقلبيش عليا الموال. كفايه سارتنا بقت على كل لسان جبتيه قوي. شيخ راجل فيكي يا اسكندريه، فيك ده ما اتحسرتش على موت ابويا قد ما اتحسرت على جوازتك من النواسخ ده. يا امي حرام عليكي. كنت عايزاني اعمل ايه يا بنت؟ عايزاني اعمل ايه؟ ابوكي سابني كنت لسه عيله صغيره. دورت على حته راجل ياخد باله مننا ويحاجي عليا وعليكي. انت بتعملي فيا كده ليه؟ ده انت عارفه كويس قوي. كفايه 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 يا ذكرى بقى. انا بقيت مش عارفه ادخل البيت ولا عايزه اروح، ما بقتش عارفه اغير هدوم، بخاف انام ياما صحصح عليا راكب عليا يا محرم عليه. اوعي تفتكري ان انا مصدقه انك مش فاهمه. بعد ما بياخد مزاجه منك بيلف عليا، وانت عارفه وبتشوفيه وبتسكتي بتقولي بقى الجزمه. سكتت كتير قوي ياما. عاجبني الراجل ده؟ عاجبك ايه؟ ايوه عاجبني يا ذكرى. عاجبك ايه؟ مالكيش دعوه بيه. ما تشيليه من نفوخك يا ذكرى، شيليه من نفوخك بقى. ما تقوليش راجل ياما، ما تقوليش خدته عشان يحل عليا وحل عليكي. انت خدتيه لكيفك ومزاجك ياما، لكيفك ومزاجك.